غرفة النوم من أكثر غرف البيت يلي منقضي فيها وقت، وخاصة بالليل. خلوا غرفكن صديقة للبيئة من خلال خطوات بسيطة. استعملوا اللمبات البيئية بدل اللمبات العادية لتوفروا طاقة وتلوث. ما تخلوا الآلات الكهربائية موصولة بالكهرباء لما ما تكونوا عم تستعملوها، لأنه بتضل تصرف كهرباء. تغطوا بطريقة مناسبة بالصيف والشتاء لما تضطروا تستعملوا المكيف أو التدفئة. والأهم، ما تناموا وتتركوا أي وسيلة تدفئة دايرة خلال النوم. استفيدوا من الهواء الطبيعي لتحافظوا على جودة الهواء بقلب الغرفة. تجنبوا تدوروا أكثر من آلة كهربائية بذات الوقت، مثل الراديو والتلفزيون والآيباد والموبايل، أو حطوا التايمر لما يبقى التلفزيون داير من بعد ما تناموا. طفوا الأدوية بالكامل بالليل واستفيدوا من العتمة لتريحوا عيونكن. تجنبوا المفروشات المستوردة واختاروا الشراشف المصنوعة من القطن الطبيعي والعضوي. ما تقعدوا لحالكن بأوضتكن، استفيدوا من وجودكن بالبيت لتقعدوا مع أفراد العيلة. And go green!